راه مكسر وبزاف، وهاد الناس هما وساكن حسوا بي. راه قلت لك راه مقوي الظلم، راه لا اله الا الله، راه القلب اللي كاين، راه القلب عامر. خوتي الدوار سميتو دوار جديد، في الاول كان سميتو دوار جديد، هو فيه جوج اشطار، كانت المسيره وبخريس ومحيجر. هذوك الناس خرجوا في واحد المشروع ديال جلاله الملك، هيبه ملكيه ديال البقاعي. الشطر الاول استافد من البقاعي، والشطر الثاني من ذاك الوقت من 2010 حبسوا، ماشي حبس المشروع، هما بقاو سادين، يعني كنمشيو للجماعات هذه تنغداها 14 القطار شراوالنا شويه الضمصات. ودابا تنتفاجئوا في هذا المشروع اللي خرج جلاله الملك ديال 2023، كيقول لك انتوما غتمشيو للبارطمات، وحنا عندنا بقاعينا، عندنا اتفاقيه، عندنا مشروع باقي، باقي الميزانيه مرصوده، اجوبه من وزاره الاسكان ومن العمران، كيقول لك باللي انتوما عندكم حق، والميزانيه ديالكم لحد الان راه باقه، وحنا خاصكم تاخذوا بقاعيكم. حنا دابا ساكنين فوق بلان، علاش هاد الناس يديروا لنا الترهيب هذا؟ وعلاش هاد العنف هذا؟ مالنا حنا جايين من اسرائيل، بقاعي ديال والدينا عطاهم لنا، راه هاد الناس اقسم بالله انا كشاب مغربي، انا يا اما نحيد الجنسيه ولا غنموت تضحيه الوالدية. علاش والدينا تدمروا؟ راه ماشي السلطه، السلطه على الراس والعين، ولكن باش تدمرنا بهذه الطريقه؟ احنا كنجيبوا لنا تجيب لنا بحال اعداء ديال الوطن، راه العزاو راه جايين عزاو من اللي وكيتعاملوا معهم واحد المعامله زوينه، اما باش يجي الباشا ويدير لنا الطريب ديال البارح ويضربونا بالحجر، وفي الاخر شارين دراري بالفلوس باش يضربوهم باش نتسماو حنا اللي ضربناهم، باش يردونا حنا الغلط. بالقوه، ما حنا ماشي ضد المشروع ديال البارطماج، والدراري غايمشيو للبارطماج، ولكن هذا البقاعي مافيا لوبيا ديال العقار غادي لنا البقاعي ديالنا. وتنشكركم نتوما كصحافه اللي كتوصلوا المشاكل ديالنا والهموم ديالنا للراي العام، راه هاد الناس راه بزاف، راه الباشا وقائد الملحقه والسيد اللواء هذاك العام اللي كان اللي وقفوه، راه هما داخلين في هاد الخروقات كاملين، وعاد المقدميه اللي مدخلين بلاد ما ساكنش معانا باش يتسمى معانا. المقدميه راه كاينين بالادله، هادشي راه كاينين وثائق، راه المقدميه هما السبب في هاد الدوار وفي الدمار ديال هاد الساكنه هادي. حنا كنطالبوا بتحقيق، حيت هاد الناس هادو ما بغاش حقهم عام، هادو هاد الناس ديال الباشا والسلطه وسيد الوالي ما بغاش يحقق. علاش؟ حيت كاملين داخلين في المافيا ديال العقار باش يستولي لنا على البقاع ديالنا. اختي حنا مشينا درنا البارح مظاهره سلميه، وقفوا رجال السلطه، وقفوا بقينا بالشعارات، في الاخر سالينا جينا بحالنا، جمعنا اللافتات سلميين، كل شيء تفرق. اذا بينا جابوا كيران ديال السلطه، جابوا مدخلهم حتى للدوار، جابوا ناس كارينهم بالفلوس، بداوا بالحجر وبداوا كيضربوا في نهار راهبونا، دخلونا حتى لن بداوا كيضربوا السلطه. واش حنايا احنا المخزن كيضربك بالحجر؟ وانت باش تجاو كتشمك، راه عيالاتي اللي تضمغوا، راه واحد لاحوا عليه صور، راه ما بين الحياه والموت، ولا حشومه. واش حنا واش جايين احنا لا ماشي مغاربه، جريوا عندنا وجريوا عندنا، ماشي ترهبونا. وهذا بالمشكل، وهذا المشروع اللي باغي نصيفطوا ليه وباقي ما بداش. تصوري انت مشروع غيصيفطك ليه ديال البارطماج، راه الدواور اللي ريبوا ليهم راه باقي لحد الان كاين وما عندهمش فين يسكنوا. حنا غيريبوا لك والمشروع ديالنا ديال البارطماج راه باقي ما باديش، يعني وتصوري انت هذه المده كامل، المده اللي خاص باش يتم ذاك المشروع ديال البارطماج شحال خاصو ديال الوقت؟ فوق الشاشه، ولكن حنا والله ما غنشفاكم مغاربه فوق الشاشه. الله يختار، والاجرام كسر وبزاف، وهاد الناس هما وساكن حسوا بي. راه قلت لك راه مقوي الظلم، راه لا اله الا الله، راه القلب اللي كاين، راه القلب عامر. احنا خرجتنا في 2005، خرجتنا واحد الاتفاقيه ديال الشراكه ما بين العمران ووزاره الاسكان والمجلس البلدي والسلطات المحليه، وكان ممثلين على الساكنه. بين هذه الاتفاقيه كان هذا الدوار الجديد هذا عباره على واحد ثلاثه الدواور، واحد سميتو بوخريس، واحد سميتو المسيره، واحد سميتو محيجر. كانوا يقسمونا على شطرين، بوخريس هو الاول، من بعد المسيره ومحيجر. ملي وصلت 2007 الناس الاولين استافدوا في 2005، الناس الثانيين غيستافدوا في 2007. 2007 تنتفاجئوا بانهم غيزيدوا واحد الشطر سموه الشطر الثالث، حيدوا غير المسيره وخلونا حنا محيجر، على اساس من بعد واحد العام ولا عامين حتى حنا غنستافدوا.
من بعد واحد اجتماعات ماراطونية مع السلطات والمؤسسات المهنية، كل مرة تيسوفوا لنا اليوم غدا اليوم غدا الطماطول، حتى اضطرينا حتى مؤخرا تفاجئنا بانهم تيقولنا راه عندكم بارطماج. هو اللي فوق كلشي على اي اساس؟ واش حنا يا دولة ديال الاستمرارية في العمل ديال المؤسسات، ولا كل مؤسسة تجي تجيب لينا واحد الخطة واحد الاقتراحات تطبقهم علينا؟ دابا حنايا بغينا نعرفوا واش حنا عندنا حق في بقاعي ديالنا اللي هما عاطيهم لنا صاحب الجلالة الله ينصره، وهاد الناس هادو بغاو يدمصونا فيهم بهاد اللغة هادي غنستعملوها، هادو راه بغاو يغمقوا علينا مباشرة، مابغاوش يعطيونا حقنا، بغاو يتكرفصوا علينا. احنا دابا تيسبوا لنا ولادنا تيقراو في المدرسة، ولادنا تيقراو في المدرسة، احنا غنضطروا يجلسوا ولادنا من المدرسة، احنا ما عندناش ساعة سليلة، غنمشيو نكريو دابا، والكرة القليلة غتحط على يدك 2000 درهم، 2000 درهم منين غيجيب الدرويش واحد يلا تيتخلص 60,000 ريال؟ احنا راه ما تنقولش راه كاين اللي ما تيوصلهاش كاع هنا، وانا نعرفوا حنا هاد الدولة كيفاش تفكر، واش هي بغات تعاون المواطن بأنه سهل ليه الحياة، أو لا بغات تصعبها عليه؟ وهذا الشيء هذا تترخم عليك بالعنف. أنت دابا حنا تنهضروا ويمكن لك تصوري السيمي، ما كاين لا ضجة لا والو، هو السيمي جاي تيدفع في عباد الله، علاش؟ إنسانية كبيرة، يعني هذا تيتسمى الإرغام، صحة موت مهم خويلهم الارض واللي هي اصلا ديال هاد الساكنه. كنا حنا كنا باقيين تيتسالوا هنايا غير 43 بقعه، كانت 42 بقعه، ودابا اضطرينا دابا باش حنايا نخويو صحه ونمشيو نكريو، ما عندناش باش على ود المشروع ديال الشوقاق ينجح ليهم، والمنعش العقاري يعمر جيبو، والدرويش راه ليه الله. انا ياك كشعر في زعير، شعر في زعير، ساكن في زعير، ما عمرنا شفنا وجهه، محسي معانا، ياك، واحد ساكن ليها، ياك، عنده الدار، جاي المقدم، رادمو معانا، هو والشيخ جايين رادمينو معانا، محسي معانا، الأرقام ديال الديور ملاعبين فيهم، مثلا انت عندك 11 تزيدي لي تلقاي 11 اخرى، وشكرا على الشيء اللي تنقول. خشي هاد الناس هما من هما الاولين خشي اللي خصهم ياخذوا القاعده ديالهم وكذا، فهمتي؟ ولكن ضيعوا هاد الناس بزاف، خشي وخذوا لهم حقهم، الله ياخذ لهم الحق، الله ياخذ لهم الحق. هادشي اللي غنقول لك، هما راه ما عندهمش هادشي ديال البارطماج، 70,000 واحد غيخدم في البارطماج، لا يمكن، راه ما يمكنش. خشي راه ماشي الفساد، راه بزاف الفساد، راه بغاو شي حرب، بغاو شي حاجه نوضوا معاهم، حنا ما عندنا والو مع هاد الناس، ولكن هاد الناس راه خوتنا، ركابنا معانا، راه ما يمكنش يمشيو. حنا كنشوفو هاد الدوار سنين، من تزاديت وانا كنشوف فيها اختي، وغدوا ولا بعدا غيقولوا لي ما غيبقاش يبان لي انا هاد الدوار، اش عندي من ربح؟ هاد الدوار هو اللي هز هاد الساكنه كامله ديال دوار جديده، اختي نجيك من الاخر. السلام عليكم وسمحوا لي.